هعمل دلوقتي شوربة سمك بالفلفل الألوان. نقول المكونات: مرقة، بصل أخضر، عصير ليمون، فلفل ألوان، سمك مكعبات، ليمون، بشر ليمون، ثوم، بابريكا، بصل، وطبعا هستعمل زيت وملح وفلفل. هحط الطاسة على النار على طول وأحط فيها زيت، أحط مثلا معلقتين كبار أو 3 معالق. هوسع بس كده الدنيا شوية. طبعا المرقة اللي أنا بستعملها أي مرقة موجودة، مرقة خضار، مرقة فراخ، مرقة سمك، مرقة لحمة، أي مرقة، حتى لو المكعبات اللي موجودة برضو تنفع، كل أي مرقة تبقى موجودة. طبعا يفضل لو في مرقة سمك، لو في مرقة جمبري بتبقى طبعا بتدي طعم سمك أقوى بكتير. أحط البصل، نص بصلة تقريبا متقطعة صغير، وهقطع الفلفل الألوان، هقطعه بالطول، مش هقطعه مكعبات صغيرة لأن الوصفة وصفة سمك أو شوربة سمك بالفلفل الألوان، فنخليه يبقى إيه شكل الفلفل واضح وباين. وكمان الفلفل الأخضر أو الفلفل الرومي ده فيتامين سي كويس أوي 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 أوي، ما يطيرش. بس أحط شوية صغيرين من الملح مع البصل علشان يبتدي يعمل له عملية جفاف، يعني يطلع المية اللي فيه، وقبل ما يبقى مكرمل هنحط عليه الفلفل الألوان. هي دي كده فلفل الألوان. الكسرول أو الحلة اللي بستعملها دي ستانلس ستيل، فما فيش مشكله ان انا استعمل معلقه حديد او معلقه يعني ستانلس، مش هيحصل حاجه، مش هتجرح اي حاجه. هاخد معلقه صغيره ثوم مفروم، واحط البابريكا، وهشيل دول. هنخلي دايما الليمون والبصل، البصل الاخضر عاده مش بيتحط في الميه في السخن قوي، ما بيبقاش كويس لما بيتحط في السخن، فهنخلي الليمون والبصل الاخضر في الاواخر خالص. محتاج بس الثوم بقى والبصل والفلفل الالوان دول يمتزجوا مع بعض كويس. طبعا لو عايزينها سبايسي نقدر نزود قرن فلفل حراق. هاخد بس شويه صغيرين من الليمون على السمك واقلبه تقليبه صغيره كده. ولما نحط بقى السمك ده في النار نقلبه بالراحة، يعني ما نقلبش جامد، عشان التقليب جامد في السمك الصغير ده هيفتفته، هو كده كده مع الغليان هيبتدي يتفتفت، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نخليهوش يتفتفت قوي. فايه هقلبه بالاول، اول لما يتحط على طول علشان ياخد النكهة اللي موجودة، لان بعد كده لو حاولت اقلب فيه هيتفتفت خالص. تقلب تقليبة كده، لو خدتوا بال حضراتكم هتلاقوا ان اللون بقى ايه كله مع بعض، يعني اخد اللون الاحمر من البابريكا واتظبط. انا حطيت ملح، هحط ملح تاني. طبعا نخلي بالنا موضوع الملح ده قوي، لو المرقه اللي انا بستعملها مظبوط ملحها يبقى مفيش داعي ان احنا نزود الملح قوي، اللي بيبقى طابخ بقى وهو شغال او هي طبعا شغاله بيبقى عارف ظبطه الملح فين، هنا ولا هنا، يعني ده ممكن يبقى ملحه مظبوط قوي فخلاص مش هنحتاج نحط ملح هنا. هزود المرقه، وبرضو هقلب تقليبة تانية عشان الملح اللي اتحط زي ما قلت حضراتكم بقى بالراحة. الطبخة دي من اولها لاخرها يعني 10 دقايق بالكتير، مجرد ما هتغلي اول غلوة هطفي عليها. زي ما قلت لحضراتكم كده، مع اول غلوة هياخد بقى شوية من البصل الاخضر، خلاص هبعدها عن النار علشان تهدى، لان ده سمك وسمك فيليه صغير، هياخد شوية من البصل الاخضر. ودلوقتي بقى اقدر احط بشر الليمون والليمون، الاول لو حطيتهم من بدري ممكن يبقى فيه سنه مراره، فهحط ده ليمون علشان شوربه يبقى فيها ليمون، طبعا ده اختياري بس انا هحطها هنا على طول من الاول، وهقلبه تقليبه واحده.